متابعي معكم بمحطات عالم صباح. بنعرف انه مرض صامت كثير من الاشخاص بيجهلوه او ما بيكتشفوه الا لما لا سمح الله بصير في وقعه او بصير في كسر، ومن بعدها بتبدا المشاكل الكثيره اللي بتتحتم عليهم، خاصه وانه بيكونوا صاروا مسنين او بيكون في صار كبر بالسن. لحتى واحد يكون عنده هالوقايه من الكسور بالنسبه للعظام، اليوم رح تحكي عن هالموضوع روى، رح تخبرنا اهم الطرق لحتى واحد يتوقع من الكسور بالعظام بمحطتنا على صحة السلامة. روى صباح الخير. صباح الخير غيدا، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. يعني دائما بنقول انه من فتره طويله هيك صرنا نحكي عن الاوستيوبروسيس، قبل ما كان معروف مزبوط. او مرض ترقق العظام، وكنا نقول انه اكثر شيء اكيد بيصيب السيدات اكثر من من الرجال، وفي عوارض عديده يمكن ما بنشعر فيها الا لما للاسف بس بتصير المشكله وتنكسر. صحيح، يعني هون عن جد انه مثل واحد بيقول بالعاده بالمثل، بس تصير الوقعه بصير واحد بيعرف شو عم بيصير معه. وكنا دائما نقول، نسمع مثلا من اهلنا او الجيل اللي قبلنا، ستنا جدنا، نقول وقعت الكبير صعبه، واذا وقع الكبير وكسر وركه يعني بيقولوا برك، بنقول برك خلص. صحيح. ويمكن للأسف صارت حياته بخطر. ليه بينكسر الورك؟ لانه بيكون في ترقق عظام من سنين ونحن ما معنا خبر. وقلتي انه اكثر السيدات بصير عندهم اوستيوبروسيس، مزبوط، لكن كمان بدنا نقول للرجال انتم منكم برات هالقصه. صحيح. لانه واحد من كل خمس رجال ممكن يكون عنده، لا مقابل عفوا مقابل كل خمس سيدات في رجل ممكن يكون عنده اوستيوبوروسيس، فالنسبه اكيد اقل، لكن كمان منه يعني منه بس لكن موجوده. نعم. هلا بدنا نعطي شويه تيبس لنقول كيف بدنا نحمي عظامنا، لانه مثل ما عم نقول ما بدنا انا انطر لصير بعمر الخمسين وبلش اقول صار لازم اهتم بالعظام وصار لازم شوف كيف بدي اعوض نقص الكالسيوم. بدي بلش عبكير ومنبلش من عمر الطفولة. اهم شيء هو انه نتفادى الكسر. هيدي بقولوا لك اول شغله، كثير بننتبه للوقعات، وهيدي حتى باعمارنا نحن عم نمشي تفركشنا درجه صغيره ما انتبهنا لها، سجاده، كل هالامور ما نمشي بعجقه وبعدم انتباه، نمشي منتبهين قدامنا. يعني انا بعرف من كثير سيدات بيتفركشوا على الطريق لانه بكل بساطه عم بيطلعوا على المحلات، على وجهات المحلات. بيطلع لهم جوره صغيره، بتعرفي جوار عندنا قليله ما في كثير جوار، بيطلع لهم جوره صغيره، بيطلع لهم مطرح ما في الشجره او الزريعه في الفتحه تبعيتها بتوقع اجرهم فيها وبصير في كسر او مشكله. فمن هيك نحن وعم نمشي ننتبه، نحن وعم نتنقل ننتبه لنتفادى اول كسر. كل ما تفادينا الكسور كل ما كمان بنكون حمينا عظامنا. شغله ثانيه هي نعوض كميه الكالسيوم اللي عم نفقدها. بنعرف انه بعمر 30 بتوصل بناء العظام للبيك للذروه، وبعد منها ببلش ينقص، لكن بنبلش شوي شوي نخسر. الخساره الكبيره بتصير لما بصير عندنا خصوصا عند السيدات تغيرات هرمونيه اللي هي مرحله المينوبوز. لما بصير عندنا نقص بالاستروجين كمان بصير عندنا نقص بكثافه العظام، وهون لازم نحن نعوض النقص. هلا النقص ما بننطر لمرحله انقطاع الدوره الشهريه، بنبلش من قبل، يعني من عمر ال 35 وما فوق بدنا ننتبه، بس مش بالضروره ناخذ سبلمنتس دغري، يعني جرعات كالسيوم اضافيه. اذا نحن بنشرب حليب كثير، لبن، بناكل اجبان وقلبان، هيدي شغله مهمه. اذا كان بنلاقي باكلنا ما عم ناخذ كفايه بناخذ سبلمنتس. أيه. مرات بنكون بناكل قلبان واجبان بس ما بيكفي، ممكن ناخذ كالسيوم 500 ملي جرام بالنهار بدل 1000 ملي جرام. نحن بحاجه هلا ل 1000 ملي جرام، ما بعد مرحله انقطاع الدوره الشهريه بنكون بحاجه ل 1200. فاذا بدنا ناخذ سبلمنتس ناخذهم مع وجبه غذائيه، ناخذهم على شكل كالسيوم سي اي سي او 3 كالسيوم كربونات، وما ناخذهم مع المالتي فيتامينز، ناخذها لوحدها ليكون الامتصاص افضل، يعني مع وجبه الغداء مثلا او الترويقه بس الكالسيوم لوحده ليكون الامتصاص افضل. كمان الفيتامين دي، الفيتامين دي كثير مهم انه ناخده، لانه بينت كثير دراسات وهي اخذت ضجه بالسنين الاخيره انه نحن منطقه الشرق الاوسط عندنا شمس تقريبا فينا نقول على مدار السنه، يعني عندنا نحن محظوظين بهيدي القصه انه فيتامين دي الحمد لله بيحمينا. بس تخبرك وين مش محظوظين. ليه عندنا نقص بفيتامين دي؟
بلشوا يعملوا بالابحاث انه ليه عم بيكون بهالمنطقه مع انه في شمس وعم نتعرض كل السنه، ومش بالضروره بس نتعرض على البحر، يعني مش بالضروره بس ننزل نسبح ونتعرض للشمس بالصيفيه لناخذ فيتامين دي. ممكن على البلكون بالسياره حتى بالشتويه اذا لابسين مسكم نقدر ناخذ نتعرض للشمس وناخذ فيتامين دي. الشغله اللي بينت انه بهالمنطقه في بالتركيبه الجينيه لنا في نقص بانزيمين مهمين اللي هن بخلونا نحول، لانه شو بصير متعرض لليو في اشعه الشمس على الجلد بتعمل رياكشن تفاعل معين والجسم بفبريك او بكون الفيتامين دي. في انزيمز مهمين لهالعمليه هي لتتم، في عندنا نقص باثنين انزيمز، هن ثلاثه، في عندنا نقص باثنين، ولقي انه هالنقص موجود عند اغلبيه العالم لسبب تكويني معين ما بنعرف ليه. من هيك عندنا بالمنطقه نقص بالفيتامين دي اكثر من غيرنا. فالشغلة انه بنضل نتعرض للشمس بنستفيد منها ما بنقول لا، لكن بدنا نشوف اذا عندنا نقص فيتامين دي ناخذ سبلمنتس. أيوة. وهيدي بتبين بفحص دم بسيط، يعني كلنا فينا نعمل هيدا فحص الدم منه مكلف، واذا نحن بحاجه لاكثر فيتامين دي شغله كثير مهمه. وبين فيتامين دي انه عنده منافع كثيره واهميه لامور كثيره، بين انه ممكن يحمي من البريست كانسر، اكيد هو بيساعد على تثبيت الكالسيوم بالعظام، بين انه مفيد للشعر كمان لصحه الشعر لكثير امور. اوكي الرياضة. الرياضة شغلة كتير مهمة. كنت امبارح عم بحكي عن مرض جديد او حالة جديدة عم بصير ترمينولوجي لمشكلة صحية جديدة او مصطلح لمشكلة صحية جديدة، هي sitting disease، منضل قاعدين لوقت طويل بدون ما نشعر. فالرياضة كتير مهمة. صار اسمه sitting disease، صار اسمه مرض الجلوس. مرض الجلوس لانه عم بيسبب مشاكل كتيرة، منها السكري، مشاكل القلب والشرايين، تجلطات، كل المشاكل نتيجة هالجلوس، عدا عن انه يمكن يكون كثير عامل لقمش. صح، بصير عندنا وزن زائد بالوزن، يمكن نوصل للسمنه كمان للاوبيزيتي. الرياضه اللي بدنا نعملها هي كثير مهمه لنزيد كثافه العظام، هي الويت ليفتنج، مثل ما عم نشوف بالصوره. اوزان خفيفه نص كيلو، يعني ما ضروري نحمل اوزان كثيره، نعمل تمارين هيدي بتساعد على انه العظام تزيد كثافتها. الجوجينج، الهروله، المشي السريع كمان هيدي بتساعد. حتى بالبيت اذا بنشيل اغراض وبننقلهم وهيك، هي لحالها كمان هي محسوبه، الحركه محسوبه ضمن حركتنا. لكن اذا بدنا نحن نركز انه نزيد كثافه العظام بهالطريقه، شغله ثانيه مش بس نركز على هالتمارين، في عندنا تمارين ثانيه نحن بحاجه لها اللي هي بتساعدنا على حفظ التوازن، مثل البيلاتس والستريتشنج واليوغا. ليه؟ لانه نحن كمان بحفظ التوازن تبعنا نحمي حالنا من الوقعه. صح. وانا ما بدي تصير هالوقعه اللي بدها تعمل اول كسر، دائما بدي اتفاداها قد ما فيي. فكمان تمارين بتساعدنا على اللياقه وحفظ التوازن، هيدي كثير مهمه لتحمينا من الكسورات، وبالتالي بنكون عم نحمي عظامنا. كمان بدنا نقول انه الادويه، مرات في ادويه بتخفف كمان. صح، مثل الأدوية اللي فيها كورتيزون وفيها ستيرويدز. من هيك أنا لما عندي دواء عم باخده لوقت طويل كتير مهم أسأل الطبيب هل هو إله أي تأثير على كثافة العظام مع الوقت، خصوصا إذا عم باخده لوقت طويل الأمد. وهون بنشوف نحنا شو بدنا نعمل تدابير لنحمي حالنا من هالنقص أو نعوض هالنقص. ما معناته ما رح ناخذ الدواء، يا بنشوف إذا في بديل لهالدواء، يا أما بنشوف شو أنا بدي أعمل بهالوقت إذا عم باخده لفترة طويلة، علاج لوقت طويل، بشوف أنا شو بدي أعمل لعوض، سواء بجرعات إضافية من الكالسيوم، بأمور كتيرة ممكن أعملها لعوض شو عندي نقص كالسيوم، ما بدي أنطر لبعدين. هلا في مثل ما بنقول دائما الكشف المبكر ينقذ الحياه بكل شيء، بالبريست كانسر، بالسيرفيكال كانسر، سرطان عنق الرحم، بالبروستات عند الرجال، بفحوصات القلب والشرايين، بكلهم. هلا بالنسبه لكثافه العظام، بعد ما في كثير وعي او تركيز على هالموضوع انه لازم نعمل فحص لنشوف البون دنسيتي، ايه، او كثافه العظم. صح، كثافه العظم. هذا الفحص مش رح نعمله بأي وقت، بدنا نعمله بعمر معين، يعني ال 65 وما فوق. هيدا أول مرة بنعمله. إذا ما كان عندنا بتاريخ عائلتنا أوستيوبوروسيس، إذا ما عندنا عوامل خطر بتخلينا نشك إنه بلشنا نخسر كتير من كثافة العظام لنشوف. في أشخاص يمكن يطلب الطبيب منهم بعمر ال 50 يعملوا هالبون دنسيتي، هيدا الفحص، لكن أنا بقول كل سيدة لازم مرة على الأقل بحياتها تعمل البون دنسيتي تيست أو سكان، اللي هو فحص كثافة العظام. ليه؟ لتعرف هي وين، هي بأي مرحلة بكثافة عظامها، وشو بحاجة. بيقدر الطبيب أكيد
بهالحاله يعرف يوجهها افضل ويشوفوا كيف بدهم يعوضوا الكالسيوم اللي عم تخسره، او في ادويه لازم تاخذها، او في امور ثانيه لازم تقوم فيها. فمثل ما بنعمل الماموغرافي، الماموغرافي بينطلب منا كل سنة بعد عمر الأربعين، أنا هيدا بدنا نعمله مرة على الأقل بحياتنا. وهون بنحكي مع طبيبنا إمتى، إذا كنا نحن عنا عوامل خطر يعني انقطعت الدورة الشهرية عبكير، عنا أوستيوبوروسيز عند أمنا، خالتنا بالعيلة، عم ناخد أدوية معينة، كل هالأمور هيدي بنشوف إن إحنا بأي عمر لازم نقوم فيها، بس نسأل طبيبنا أو طبيب العيلة نذكرهم مرات. أكيد. يعني بنعرف مرات بيكون فعلا يعني ما عم بلوم، بس بيكون فعلا في مرات حق على الاطباء ما بيذكروا مرضاهم انه عملتي هالفحص شفتي هالشغله، نحن مرات ما بنعرف كل شيء. فمفروض يذكروا يكون انه هيدي من الامور اللي عم بيتابعنا طبيب العائله او طبيبنا الخاص، انه بعمر معين لازم نعمل البون دنسيتي تيست لنشوف، او فحص كثافه العظام لنشوف نحن نحن وين وين صرنا بهالموضوع. هلا شغله كثير مهمه واللي هي بدي اقولها مش بس للسيدات بعمر يعني اللي صاروا بعمر الثلاثينات والاربعينات، بدي اقولها للصبايا كمان. مثل ما قلنا نحن بنعمل استثمار، كيف بنجمع بالبنك بنعمل رصيد، وعلى مدى السنين بيكتر هالرصيد. عظامنا نفس الشيء. كيف بنجمع بالبنك؟ هيدي انا بسالي الشخص الغلط بس بقدر اقول لك كيف بنزيد العظام. حطي لي كويستشن مارك، كيف بنجمع بالبنك؟ كيف؟ بيك كويستشن مارك. بس تخيلوا انكم بتعرفوا تجمعوا. خلينا نبلش في هذا السؤال على بدايه 2013. مظبوط. كيف الحل؟ الحل انا طب خلينا تعي نعمل اتصلوا على 14 17، اعطونا جواب من هلا لاخر الحلقه. خلينا نقول نشبهها بنفس الشيء، مثل ما انه مثلا انا كل شهر بدي شيل من 2 دولار 2 خلينا نقول 2 دولار المينيموم اني احطهم بالبنك، نفس الشيء انا بدي استثمر بالعظام، انه انا كل يوم بدي احط شوي برصيد هالعظام اللي هو انه اعطي كالسيوم، بعطي كالسيوم باني اشرب حليب، اكل لبن او اشرب لبن، ناكل اجبان، كل هالامور هيدي بتساعدنا على انه نستثمر. فالصبايا اللي بيركضوا على سكيني لوك يعني يكونوا كثير ضعاف كثير ضعاف، وهيدي بتصير انه لا ما باكل، لا ما بشرب، هي لا وهي ايه وهالامور هيدي، وبيكون اكلهم منه صحي ومنه متوازن، هون بقى بيكونوا عم يخلقوا مشكله لحالهم عبكير، وبالتالي هالمشكله رح ترافقهم بعدين. صحيح. بس شكلهم مثل الانوركسيك يعني كثير ضعاف، وكلنا بنتذكر الحادثه اللي صارت من كم سنه عن المدر اللي ماتت وكانت انوركسيك وقتها. طبعا قد ما كانت عم تسعى انه تضل كثير ضعيفه وقتها. طبعا طبعا. فمن هيك بدنا نقول نحن بهالعمر قلنا لعمر 30 نحن العظام عم نبني فيها وعم نزيد، فكل ما كنا عم ناكل صح وعم ناكل مغذيات وعم نتغذى صح، كل ما بنينا عظام اقوى. صح. والسيدات كمان بعمر ال40 وال45 كمان بنشوف مرات بيركضوا على انهم يضعفوا حالهم كثير، بدنا ننتبه. كل يعني المطلوب هو الاعتدال، خير الامور الوسط، ما معناته انه اذا اكلنا اذا بدنا نضعف يكون جسمنا منيح ما معناته ما رح ناكل اكل صحي ومغذي، يعني اثنين ما بيلغوا بعض، ففينا ناكل ونحن مثل ما بنعرف بالمنطقه اكلنا كثير صحي ومغذي ومتنوع، وهيدا المهم التنوع دائما. شغله يعني عندنا السمك، عندنا زيت الزيتون، عندنا الاجبان، عندنا الالبان، هي موجوده كثير ببلادنا، فهيدي مصدر مهم للكالسيوم والفيتامين دي. واخيرا وليس اخرا غيدة، موضوع انا وروى كثير 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 بنحب نحكي عنه، التدخين. وبعد امبارح كنت اللي تابع الحلقه امبارح كنا عم نحكي عن دراسه صدرت مؤخرا عن ممكن يكون في علاقه بين التدخين والخرف والالزايمر. الالزايمر هو احد انواع الخرف او النسيان كثير الدمنشيا. كمان التدخين له علاقه بالاوستيوبوروسيس لسبب انه الدخان بياثر على وظيفه خلايا اللي هي بتبني العظام، بيعمل لها خلل بوظيفتها وما بتقدر تبني العظام مزبوط. فنحن نقص كالسيوم ويمكن يكون عندنا نقص فيتامين دي وما معنا خبر، وعم ندخن وما بنعمل رياضه واكلنا منه صحي، شوفي عوامل الخطر كيف بتتراكم مع بعضها. فهذا عامل خطر نحن قادرين نتحكم فيه، العامل الوراثي ما قادرين نتحكم فيه. اذا عندنا بالعائله اوستيوبوروسيس ما فينا نعمل شيء، بس اذا بندخن فينا نوقف الدخان. فمنقول اخيرا يعني على صحه السلامه، استثمروا بعظامكم لحتى نعيش حياتنا كلها بعظام قويه، ومش بالضروره انه الكسر هو بيرافق الشخص مع تقدم العمر. قبل كنا هيك نفكر، لا فينا نوصل لاي مرحله من عمرنا بدون كسور اذا انتبهنا. اكيد روى شكرا لك، واكيد مثل ما قلت دائما الوقايه هي اهم شيء، واحد دائما يكون واعي لصحته لانه ما في مثل الصحه، ودائما بنقول انه الله يعطينا الصحه والله يعطي كل شخص الصحه، لانه بالنهايه بلا صحه
حياتنا ما بتسوى شيء. صحيح ريوة، شكرا لك. نشوفك نحن الاسبوع الجاي ان شاء الله، راح نتابع محطاتنا بعد دقايق، بنكون مع ورشه ملح مع الشيف، ومن بعدها شوفي بعوينات معلمه. خليكم معنا.